سلام عليكم. أهلا سيدنا، حياكم الله سماحة الشيخ علي الشمري. الله يبارك فيك يا حول سيدنا. أن 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 أنا أنا موالي من مصر، من أرض الكنانة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان عندي استفسار إن تسمحون لنا. تفضل سيدنا. حياك الله. سمعت شيخ، لماذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه دائما نراه سلبي وخائف، يترك زوجته تضرب، لا يطلب الإمامة لنفسه، يجر للبائع كالجمل المخشوش، كيف نرد على هذه الشبهة؟ تفضل سمعت شيخ. ألو. لا لا لا، سمعك 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 سمعك. الله يبارك، النت قطع. الله لا لا لا، والله والله حلو، النت حلو جدا النهارده. لا لا لا، النت حلو جدا. هين على حضرتك السؤال تاني، ليه امير المؤمنين دائما نراه في كتب الاماميه خائف سلبي، يترك زوجته تضرب، يجر البائع كالجمل المخشوش، لا يطالب بامامته ويترك زوجته تخطب الخطبه الفدكيه في الرجال وتطلب ارض فدك؟ تفضل. سمع، هرب واغلق. اخر قالوا دي باين فيها العجز. اسمعها تاني، راجعها تاني ايها الشيعي. اخر قالوا دي باين عليها العجز. قالوا ويغلق، دائما يطعنون في علي رضي الله عنه، يتهمونه رضي الله عنه وحشاب الجبن والضيافة عياذا بالله، يترك زوجته تضرب ولا يدافع عنها، يختصب فرج ابنته والرواية صحيحة المجلس في مرآة العقول ولا يدافع عنها، يجر البيع كالجمل المخشوش ولا يدافع عن نفسه. ده علي في دين الشيعة بخلاف حيدر القرار في مذهب أهل السنة والجماعة. يا عوام الشيعة، أفيقوا من أيدي هؤلاء الدجلة.